FM. الكلمة ليك. مش تغني ملكة الكون في سياقسة؟ نورمالمون. حضرت لها اللايف وبروفيتها وكل شيء؟ لا اكيد احنا من في الحكايه دي من فضلكوش لازم نخدم على رواحنا وكل حاجه جديده لازم. فما شكون باش يسالك على الاغنيه ذي؟ الو ايوه مساء الخير. مساء الخير سي خالد. ايوه حبيبي. شنو احوالك يا سي خالد؟ الله يخليك. خالد البكري بيجي يقول لك حاجه صابر. انا عايز اعيط على الموسيقار العملاق صابر الرضا. حبيبي انت زنقتني طول عمرك بس المره دي زنقتني زنقه جامده. ازاي كيفاش انت قلت لي في الاستوديو انت زنقت نفسك بعد ما لك الكون. انا اكتشفت ان انت اللي زنقني مش انا. لا انا نعرفك يعني تخدى وخمود وعندك ما شاء الله من الحنكة والباع وال يعني الفكر الفني بيخليك تخرج سليم معافى من الزنقة اللي يا حبيبي. لأن نعرف مش كون قيمة يا حبيبي ده يعني من شرف لي يعني الكلام ده طبعا. وعايز أقول لك أنا الحقيقة ودي حقيقة لازم أقولها لك. بعد ما بخلص شغلي معاك واجه صعوبات كتير قوي في الحياة. الصعوبات دي بتبقى ان لما تيجي تشتغل مع فنان ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فاهم كل صغيرة وكبيرة في الموسيقى وتيجي تتعامل مع ناس طبعا في ناس مع احترام الناس كتير طبعا بس يعني الأستاذ صابر الرباعي بيبقى فاهم المقام وفاهم الكورد وفاهم اللعب وفاهم العزف وفاهم النوتة وفاهم فبيديك راحة نفسية في الشغل يا أخي تطلع بعد كده شبعان لمدة سنة قدام مش عارف تروح فين وبتلاقي صعوبات مع ناس كتير طبعا في ناس كتير بتبقى مش عارفة هي المقام اللي بتغني فيه فين أصلا فصابر متعة أستاذ صابر طبعا حفظ الألقاب متعة لا عادي احنا أصدقاء متعة عالمية الشغل معاك وأنا ببقى سعيد جدا وانا عايز اقول لك ان انت حوت طبعا انا حوت انا عيد ميلادي بعد يومين فاحنا كان يا سيدي مع بعض معناها اليوم حلقه العيد ميلاد اليوم. ها يا حبيبي وانت طيب يا حبيبي ويا رب ان شاء الله من نجاح لنجاح مع بعض ونجاحاتك كلها معايا ومع غيري ان شاء الله دايما انت متعلق مع كل الناس ان شاء الله تاكل خير طبعا وان شاء الله نجدد اللقاء ان شاء الله مع بعض يا خالد وانت انت فنان وحساس وعندك باع كبير جدا في الموسيقى وانت اللي بتعمله مش كل الناس تقدر تعمله صراحه. فرحانين انتم الزوز توا بملكة الكون بصراحه. احنا ملكنا الكون كله بصراحه بالنجاح. الحمد لله امان صراحه والله احنا فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. شو اصدقى في مصر يا استاذ خالد؟ والله يا سيدي انا لسه طالع يعني من مكان يعني الاغنيه عامله جو عالي جدا وفي تحيه ليك من الناس من السعوديه مخصوصه حلفني بالله اني اوصل لك السلام للاستاذ عادل عبد الغفار. وصل تحياتنا ليك. فناسي وكانوا مشغلين ملكه الكون فطبعا كان في اغاني شغاله كتير يعني بس لما جت ملكه الكون طبعا انت فاهم الموضوع بيبقى مختلف شويه في نقله كده اول ما يسمعوا صابر الرباعي دخل ملكه الكون بيحصل في نقله عالميه. صح. الحمد لله رب العالمين ولسه الاغنيه انا توقعاتي واستخر لما كلمه انا الفتره الجايه دي الاغنيه ان شاء الله هتاخد صدى كبير جدا خصوصا لما تبتدي تتذاع على اكثر من قناه واكثر من راديو اكيد يعني.
أكيد. شكرا ليك. أكيد. شكرا ليك أستاذ خالد، مرسي بوكو على المعايدة متاعك. دونك هذه حاجة حلوة، سرتو تتزامن مع زادة ملكة الكون، تتزامن مع النجاح. شكرا ليك. شكرا ليكم، كل سنة وانت طيب يا أستاذ حبيبي. شكرا، كل سنة وانت طيب انت زادة. هاوك ختامها مسك سابرة. شكرا. بيانسير عالمي بصراحة، عالمي فلا صابر. تعرف أنا تاوش باش نقول للسادة المستمعين، انت عندك حفلة نهار 17 اللي يسمعوا فينا تاو الكل، ابتداء من هذه اللحظة بعد ما تعلق انت التليفون، اي انسان باش يتصل بينا باش يكون موجود في حفلة صابر الرباعي ايا كان. اوكي، انا باش نستدعاهم باسمك ماني. لا مرحبا بيهم، انا موافق. وباش نزيدوهم حاجه يا خويا من اللي فان نتاع صابر، اي انسان باش يمشي يحضر في سهريه صابر ينجم ندخلوه للباك ستيج ياخذ اوتوغراف ويعمل تصويره مع صابر ويقول له جوايز انيفرسير حتى ولو لو 17 مش مشكله. مرحبا بيهم، مرحبا بيهم. انت قابل؟ طبعا طبعا. وكان يجيوك، وكان يجيوك 300 ولا قديش شنو دام؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم. فقط ننسق ان شاء الله، ننسق الشيء هذا، واحنا مستعدين، ومع يعني مع الامنيين ومع التنظيم، لجنه التنظيم، ومرحبا بهم طبعا، ويسعدوني بوجودهم وحتى امام المسرح والباك ستيج كذلك. شكرا لك. هاكا وعد للناس اللي قاعده تسمع فينا، ابتداء من الان تنجموا تتصلوا بينا على 31 36 37 50، تكونوا حاضرين في حفله صابر الرباعي، هديه من عند صابر ليكم انتوما، وتكونوا حاضرين في الباك ستيج للناس الكل اللي باش تتصل بينا ابتداء من الان. باش ناخذوا اساميكم، عندكم هاكا الساعه في يدكم، راه بعد نص الليل ما عادش يقف الكونتور. تحيه ليك صابر، ميرسي بوكو. اي مخدر سليم يزمو يروح سينو بسرسيلو مصبح، كان التليفون باش يقعد يضرب للصباح. شكرا ليك صابر، ميرسي بوكو، سيتي فريمون ان بليزير انورم. و سامحنا خذينا لك من وقتك الخاص في الليل، وان شاء الله نتقابلوا معاك في حاجات اخرى وافراح اخرى. ان شاء الله ربي يوفقك. جوايز انيفرسير دو توت ليكيب دو كابا فام، ونقولوا لك راهو الراديو هذايا نتاعك وانت تعرف، و دونك وهذايا ماهوش غريب على نجاحاتك الكل. شكرا على رحابة صدرك، تحية لكل اللي اتصلوا، وبرشا ناس راهم، فما ناس اتصلت راهم من فلسطين، دونك سامحونا اذا ما نجمناش نعديو ناس الكل لضيق الوقت. اون تو سويت اون اغريابل سواري، وبوسة كبيرة للكل اللي معاك، ونحن متواصلين معاكم في هذا البرنامج. كابا فام الكلمة ليك.